الفيديو اللي فات اتكلمت عن تفطر فين في اسكندريه. وفي الفيديو ده بقى هقولك ازاي تهضم الكلام ده. خلصت فطارك المتين، فقدامك حاجه من الاثنين. لو انت من الناس اللي بتحب تزور الاماكن السياحيه والمزارات والحاجات دي كلها، فهقولك كده لسته الاماكن السياحيه اللي موجوده هنا في اسكندريه. اول حاجه طبعا ممكن تروح القلعه، قلعه قايتباي، تلف فيها لفه كده تاخد لك كام صوره. او عندك متاحف كتير زي متحف المجوهرات او متحف الفنون الجميله او متحف اسكندريه القومي. ومتحف اسكندريه القومي ده موجود في بدايه شارع فؤاد، اللي يعتبر بالنسبه لي متحف مفتوح بسبب طراز المباني اللي فيه وجو الشارع نفسه. بصراحة من أجمد شوارع اسكندرية. من أول محطة الرمل للمنشية كده، المنطقة دي لو اتمشيت فيها تلاقي كمية كنوز مخفية جبارة. وعندك طبعا مكتبة اسكندرية والمسرح الروماني. ولو انت بقى عايز تكتشف قوي قوي يعني، فممكن تعمل زيارة كده لعمود السواري ومقابر كوم الشقافة. انا كنت عملت فيديو برضو عن مقابر كوم الشقافة، ممكن تاخد لك جولة كده في الفيديوهات هتلاقي فيديو عنها. وعن مكان تاني كده اسمه بيت كفافيس، دي من الاماكن المستخبية اللي موجودة في اسكندرية. تقولنا طبعا في الكومنتات لو عندكم اماكن سياحية تانية ممكن الناس تزورها. لا يا عم، اماكن سياحية ايه ومزارات ايه، انا مش بتاع الكلام ده، انا جاي اسكندرية والبط. طب لو انت من محبين البلبطة وعايز تيجي هنا تنزل في اسكندرية، زي ما انتوا عارفين من اول جليم لحد المنظرة عندك شواطئ عامة بالهبل. انا بصراحة كاسكندراني مش من محبين مية اسكندرية قوي في الصيف، يعني بحاول ابعد على قد ما اقدر عن الشواطئ العامة برضو، لان بصراحة الموضوع بيبقى صعب جدا. ربنا يخلينا نادي المهندسين بصراحة الشط بتاعه كويس، بروح كده بلبط لي لو زنقت قوي يعني، او بتجه للشواطئ الخاصة زي مثلا شط 26 يوليو، الموضوع بيبقى اخف شويه فيه. وعندك برضو المعموره زي ما فيها شط عام في شط خاص هناك، او ممكن بقى تعمل لك دي يوز كده في فندق من الفنادق اللي موجوده على البحر، بس طبعا ده هيبقى الموضوع مكلف شويه، زي مثلا فندق سان رايز او توليب او هيلتون، برضو الشواطئ بتاعتهم بتبقى حلوه جدا. بس طبعا يا جماعه من الاخر مفيش احلى من الميه بتاعت الساحل الشمالي وسينا، مفيش مقارنه بصراحه ما بينهم. واسكندريه بصراحه لو ارشح لك تعالى كده اتمشى في الشتاء الموضوع بيبقى مختلف تماما. طب يا عم انا بلبط وفرهط ويعني الموضوع بقى صعب جدا، عايز اتغدى بقى. ده بقى اللي هقول لكم عليه في الفيديو اللي جاي. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وفولو، واستنوا الجزء الاخير عشان اقول لك على اماكن ممكن تتغدى فيها وتحلي فين وتسهر فين والحاجات دي كلها.